الوقواق، هذا الطائر اللئيم، جميع مواصفات الشر تجتمع فيه. في المرة القادمة عندما تسمع هذه الصيحة فاعلم أنها صيحة شيطان. كثيرا ما نسمع هذه الصيحة، لكن عندما نبحث عن صاحبها لا نجده. فالوقواق لا يحب الظهور ويفضل الاختفاء عن الأنظار، ويحب أن يعيش وحيدا، فهو يعلم علم اليقين أنه غير مرغوب فيه في عالم الطيور. كل الطيور لا يحبونه، فلن تجد أصدقاء لهذا الطائر اللئيم. يستعمل العرب كثيرا عبارة يرث هذا أبا عن جد، فالوقواق يرث اللؤم والخداع والمكر أبا عن جد، وكذلك الإبن. جميع الطيور تجد عندهم أصابع الأرجل 3 إلى الأمام و1 إلى الخلف، لكن الوقواق عنده 2 إلى الأمام و2 في الخلف. يتغذى الوقواق على الحشرات والديدان والفواكه والحبوب واليرقات، وكثيرا ما يأكل يرقات الفراشات السامة. وهو لا يميز بين الطيور ويستغلها جميعا، ابتداء من الطيور المغرضة مثل البلبل والعندليب والشحرور وطائر التفاح وطائر الخضر، وحتى الطيور الذكية تنطلي عليها حيل هذا المخلوق مثل الغراب. فطائر الوقواق لا يكلف نفسه عناء بناء العش وتربية الصغار، فهو ليس عنده أدنى ذرة من المسؤولية، ويقوم بوضع البيض في أعشاش الطيور الأخرى كي تفقصها له. وعادة ما تفقص بيضة الوقواق هي الأولى. هنا يبدأ الصراع من أجل البقاء. هذا المخلوق الصغير لن ترى شرا منه أبدا، فهو خلق شريرا وأنانيا بالفطرة. بعد الفقس مباشرة يبدأ بتنفيذ المهمة التي خلق لأجلها، ألا وهي القتل. ولن يسمح لأي أحد أن يشاركه في هذا العش حتى وإن كان الطعام وفيرا. فهو لن يرتاح ولن يعرف طعم الراحة حتى يرمي جميع البيض وجميع الصغار. والغريب في الأمر أنه يرمي الصغار أمام الأم، لكنها لا تملك لهم شيئا. يستعين على تنفيذ هذه المهمة بساقه القويتين وعنقه الطويل. يضع ضحيته خلف ظهره ويستعمل الجناحان ككماشات، ويفتح رجله قدر الإمكان، ثم يبدأ بالرفع. ينفذ هذه العملية لأكثر من مرة ولا يشعر بالإرهاق. فبالنسبة لطائر الوقواق، الإرهاق هو أن تبقى شريكا له في العش. وكي لا يلقي بنفسه للخارج، يدلي رأسه وعنقه الطويل إلى الداخل، فلا تعلم هل هو يريد الصعود أم النزول. وأخيرا جاءت اللحظة التي عانى من أجلها وكان ينتظرها كثيرا صغير الطائر الوقواق. فهو لوحده في العش يأكل مال الضوطاب دون منافس، والأبوان المخدوعان يحضران له الأكل باستمرار، ومع ذلك
ودائما يصرخ. يتعجب الأبوان من ضخامة وشكل ابنهما العاق، حتى إن الأبوين أصبحوا يخافون على أنفسهم من تقديم الطعام لهذا المخلوق. قريبا سيرحل هذا الابن المزيف ويرتاح الأبوان، ويقوم هو بدوره بتنفيذ المهمة الخبيثة التي خلق لأجلها. دمتم في رعاية الله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، والسلام عليكم ورحمة الله.